السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم راح ناخذ السلوت والمالتي سلوت ونشوف الفرق بينهم. فلو نقول إن عندي حقيقة اسمها بيرسون، هذه اللي هو الريليشن العلاقة، فنيجي نقول هنا كمان نزيد واحدة، نجي نقول اللي هو ال P name. ال P name مثلا عثمان سعيد، وهنا اللي هي ال PH، ونقول مثلا 26، وهنا اللي هي ال P gender مثلا، ونقول انه ما. طيب الحين هذه اسمها ال person، ذي اسمها ال relation العلاقة، اللي هي العلاقة في الح ايش يسمونه ذي الحقيقة في الفاكت. وهذه الأولى اسمها slot، وهذه value، يعني السلوت هذا عنده قيمتين، اثنين value، عثمان وسعيد. والسلوت الثاني هذا عنده ايش؟ قيمة واحدة فقط. والسلوت الثالثة عنده ايه؟ برضو قيمة واحدة فقط. فلو نلاحظ هذا السلوت single، يعني واحد بس القيمة حقته، ما راح يكون الواحد عنده عمرين، ونفس الجندر راح يكون عنده نوع واحد، اما ذكر او انثى. لكن الاسم يشيل اكثر من قيمة، فحيكون هذا ملتي سلوت. فهذا الفرق بين السلوت والملتي سلوت، ان الملتي سلوت ياخذ اكثر من قيمة، والسلوت ياخذ قيمة واحدة فقط. أتمنى أنكم استفدتم من درس اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.